الزوج الهربان والزوج اللي طفشان من بيته وساب البيت ومش عايز يقعد في البيت بره وسايبني يعني. الحلقه النهارده حلقه مهمه جدا، وعايزه اقول ان دي شكوى عريضه جدا ومنتشره، رسائل كتير جدا جدا في نفس المشكله ونفس المعاناه. الزوج الطفشان بره البيت باستمرار، او كاره قاعد في البيت وكاره وجوده وكاره نفسه ومكرهه في العيشه واللي عايشينها، بينكد عليهم او على العيال، عارفه كده، او باين عليه علامات الكره. هنعمل حلقه على علامات الكره دي، كل ده ان شاء الله الحلقه بتاعتنا هنعرف اسبابه ايه، تمام، مش هنعرف نعالج زي نعالج المشكله بابسط الحلول الممكنه. ايتها الزوجه الجميله، ايتها الزوجه التحفه، اسمعي الكلام معايا النهارده عشان تعرفي تعيشي انت وزوجك يا بنتي في امن وسعاده. انا قبل ما اقول لكم الخطوات اقول لكم ايه هي الانواع، خليني انبه على جزئيه تانية. ركزوا بس معايا قبل ما اقول لكم الانواع، هركز على جزئيه الكلام والخطاب اللي بيوجه للمراه وللزوجه في ده. زوجك طفش، انت السبب، انت اللي هربت زوجك وانت اللي مطفشه، شوف انت مطفشه زوجك ليه، والمراه مش عارفه بايه، مش فاكره المثل صراحه، بس يعني ايه بتعشش يعني على ضلها وعلى بيتها والحاجات دي، والاصيله تعشش فيما معناه المثل يعني، ومش عارفه انت كذا، وكل الكلام الموجه وكلام علماء علم الاجتماع ولا علم النفس كله المراه، وانت اعملي وانت سوي وانت كذا. طب اعرفي النفسيه والسبب. بصوا يا جماعة، الزواج ومنصومة الزواج بالاتنين، الرابح فيهم رابح الاتنين والخسر فيهم خسر الاتنين، ده جزء. تاني حاجة، النقطة اللي حابة انبه عليها، تقول لك اصل الكتاب الاكثر مبيعا مش عارفة للكاتبة، احنا مالي، دول عالم اجانب بره لهم بيئة ومجتمع مختلف تماما عن بيئتنا ومجتمعنا واهدافنا وعن ديننا وعن اعرافنا وعن الاسلام. اللي يناسبهم ما يناسبناش والله العظيم، صدقوني اللي يناسب العالم اللي بره ديت ابعد ما نكون، ما يكون عننا ابعد ما يكون اصلا. فطالما اللي احنا بنقول والله لو اتبعتوا اساليب الدين والاسلام هنعرف ان كل ما مشكلة لا حل في الدين وفي ربنا اتممت لكم، اتممت، عارفين يعني ما في حاجه الا جوه الدين، ما في مشكله لما هتلاقي حلها لو احنا تمسكنا بيه، لكن طول ما احنا فرعين بره كده كلام، فمش شرط الكلام بقى عشان كتاب اكثر مبيعا فيبقى يناسبني، لا انا ما يناسبهم هم. يقول لك ايه الطفشان، معلش اصل بيجي له وقت ولازم مش عارفه اتسي بيه يطلع بره زوجته وبره كذا ويعمل علاقات وبعدين يجي بقى عشان يجي، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال؟ هو في حد بيقبل حاجه زي كده؟ والله لو لف الزوج الدنيا كلها ولف العالم كله عشان بس خاطر ان يلاقي السكينة ولا المودة ولا الراحة بره اطار العلاقة الزوجية ما هيلاقي، ولو بقى في مليون علاقة غيرها والكلام ده مش هيلاقي الراحة ولا المتعة، وهيقولك عايز غير، كمان كمان ما هوش مستكفي يعني، وقدر بسيط يعني مش كده. فارجوكم من فضلكم الفكرة بتاعت ان احنا ناخد، اصل ده احنا ناخد اللي يناسبنا من الدين، والتوافقت النظرية العلمية مع كلامنا اهلا وسهلا، احنا نقول لا لو توافق، لكن لو ما توافقتش مع شرع ودين وسنه مع السلامه. انا واحده بتاعت ربنا من الاول ومن الاخر كده، لن يقيمني الا الله سبحانه، مش مين اللي خلقني؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ قولي لنفسك كده ارجوك، ان اللي طالعين في اللي يقول لك اصل انا مالي ومالي الكتاب ومالي ومالي الكاتب الفلاني وكده، يناسب شرع ودين على راسي انا وسأتعال والله نسمع، لا يناسب سلام عليكم. خلاص كده؟ وبعدين الكتابات اللي نازله لازعه بقى والوصايا اللي نازله كذا، واعملي يا زوجه مش عارفه ايه، اصل انت السبب، روحي مش عارفه هاتي لك ايه والبسي لك ايه واضربي لك شعرك في 200 خلاط، مش الكلام ده، الموضوع مش موضوع علاقه جسديه فقط. حاجتين صدقوني، قلب وروح الاثنين مع بعض. حابب عشرتك، حابب قلبك، حابب يبقى معاكي، هو ده. طب الزوج الهربان الطفشان ده نجيبه ازاي؟ بس تعالوا نعرف الاول، في ثلاث انواع من الهروب من هروب الزوج من بيت الزوجيه، يعني مش بس يعني بعده عن البيت او سيبانه للبيت، هو بيبقى بعيد وسايب وكاره ومش عايز. النوع الاول بيبقى الهروب الفكري، يعني هو مشغول فكره عنكم اصلا، معاكم جسدا قاعد في البيت لكن مشغول عنك وعن اولاد، مش معاكم اهو في ملكوت تاني، على الموبايل على التلفزيون او ال 2000 قناه اللي موجوده على القنوات والدش والنت او على النت عموما، هو بيتصفح بقى مشغول عنك وعن بيتك، هو موجود جسدا لكن فكرا مش معاكي. ده النوع الاولاني من الهروب. النوع الثاني من الهروب ومطفشان وهروب الزوج الهربان ده من بيت الزوجيه، بيكون فعليا هو بره البيت جسدا وفكرا، يعني مع اصحابه بقى في على الكافيه بقى، عنده مكان في شغله بيقعد فيه لوش الفجر، واعرف من الحالات كتير جدا يكلمني ويقول لي والله بص يا دكتوره انا طفشان منها ومش عايز ارجع البيت، وقاعد في المكتب وانام على الكرسي الجلد اللي في المكتب، ولا اني ان انا اروح البيت نكديه نكديه دي بقى مش عارفه ايه، كلام الغلط اللي موجود على الزوجه اللي مش عارفه ايه، الزوجه المصريه واخده اعلى ترند مش عارفه في النكد. لا يعني هو في نوعيه، عشان بس ابقى صادقه، في نوعيات من الازواج انا عايزه اقول لكم بيصعبوا عليا
وبيبقوا مساكين فعلا. بيبقى عنده الحنانه والانانه والزنانه والشداقه والبراق، كل القصص دي، وبتبقى ست قادره 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 بتبص بتبهدله. لو بصينا ورا الاطار اللي هي بتعمله، هي مش من فراغ بقت كده. ما فيش ست كده، ما فيش ست بتبقى عايزه تخرب بيتها، ما فيش ست بتبقى عايزه بيتها يتخرب وجايه عشان بتتجوز عشان تتطلق، الا اذا تعرضت من كم من الافعال والمواقف الخذلان الرهيبه، جبال من الخذلان والمواقف، عشان بقت هي بالشكل اللي وريته كذا. يعني مثلا هو انت مش عارفه بتقول مستشفى وانت بتعمل وراها ايه؟ وانت وحشني، ما نقول كده، ما نعبر صح، نقول سواء. كتير من الازواج بيبقوا معتبرين البيت، وخصوصا النوع الثاني اللي هو بره، ده بقى بره وقاعد مش عايز يجي، بس هي الزوجه عارفه هو فين، عارفين البيت ده فندق، ما بيك لوكاندا كده بيجي يبات فيها. ودي كتير جدا جدا الحاله اللي هي ديت، اللي بيبقى الزوج بره، بس بتبقى الزوجه عارفه مكان زوجها، عكس النوع الثالث بقى من الهروب، الهروب الكبير. مش عارفه، مش فاكره كان فين ده، الزوج الهربان. هنا الزوجه اصلا ما تعرفش مكان زوجها فين، ولا بيروح فين اصلا، وهو في بيت تاني ولا زواج تاني ولا هو فين تحديدا، ما تعرفش. طيب طب المشكله دي، وهي هروب الزوج من بيت الزوجيه، هروب ومشي خلاص، هربان وطفش، مشكله الزوجه وحدها؟ ابدا ابدا، تمام، ابدا مش مشكله الزوج. ليه؟ مشكله الزوجين مع بعض، وانت زوج انت لك القوامه اصلا. مشكله الزوج والزوجه مع بعض ليه؟ احنا هنوصل النهارده الاثنين بامور. هزود شويه على الزوجه عشان انت صاحبتي وحبيبتي، مش بزود عليك عشان انت، لا عشان تعرفي بس، لكن الاثنين يشتركوا في الحال. ولو خسر طرف زي ما قلت لكم يخسر الطرف الثاني، ولو نجح طرف بينجح العلاقه كلها. ده معنى الزواج يا جماعه، معنى الزواج. فالموضوع مش بس على الزوجه، ها؟ لاني لقيت كل اللي بيتكلموا زي ما بيقولوا جايب الحق على الزوجه وسلخ سلخ. لا يا جماعه، دي علاقه زواج الرابح فيها رابح للطرفين، والخاسر فيها خالص خاسر للطرفين. خلاص كده تمام، امدر يعني عشان نبقى فاهمين. الزوج لو بحث عن السعاده بره بيته وبره نظام الأسرة الحلال والسكن والمواد ده، والله ولو مليون حرام ومليون متعة ما هيسعد بيها أبدا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن يجعل السكن والسكينة والرحمة في علاقة الزواج العلاج الشرعي. حتى لو طفشان بعيد مش بيعمل حاجة حرام، بس فاقد، يقول لك أنا بعيد وخلاص ما بعملش حاجة، لازم ما بعملش حرام، بس فاقد معنى الاستقرار، ومش معاه فاقد، عارفين إيه؟ ونس الروح، معنى الألفة والطمأنينة في حياته. تمام كده، النقطة دي مهمة ومش عايزة أعديها لما أكون خلاص. قولوا لي خلاص تمام، صدقاكم، يلا بينا.